بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الحمد لله. ها هو اليوم الماء متواجد في الساقية الأولى، الساقية الأولى اللي تعتبر فقارة ساهل، وهذا بعد انهيار الفقارة لمدة 15 يوم. انهيار الفقارة انهيار كلي، انهيار كلي، والحمد لله بفضل مجهودات ملاك أصحاب الفقارة، والفضل يعود للمولى سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والفضل للمجلس الشعب البلدي لبلدية مقطن على رأسه الدكتور مصطفى بن طيب مصطفى، والأعضاء المرافقين له اللي ما بخلوناش وما بخلوناش، جاوا إلى عين المكان، جاوا إلى عين المكان وعطونا الدعم بالشارجور بالكاميو. الحمد لله نقلنا الحجارة من أجل ظرف البئر، والحمد لله الفقارة ها هي اليوم، اليوم الحمد لله الماء متوفر الحمد لله، وجاب قوة قوة الحمد لله لتعتبر الفقارة. الفقارة كما تعلمون أن الفقارة هي سلسلة من الآبار مرتبطة مع بعضها البعض. الحمد لله واحد 400 بئر ولا أكثر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والشكر الشكر كما نقول لرئيس المجلس الشعبي البلدي، نشكره جزيل الشكر. ومن هذا المنبر نطلب من السيد الوالي ولاية أضرار الالتفات على هذه الفقارة اللي هي فقارة ساهل، والفقارات والفقارات الاخرى في تمقتن، فقارة وقنين، فقارة مينوت، فقارة جديدة اللي فقارة وقنين، فقارة مينوت، فقارة وقنين، فقارة جديدة اللي راهي منقطعة انقطاع تماما، مكان لا يوجد الماء، ما كانش الماء كاع. كما تعلمون ان سكان اهل المنطقة، سكان ولاية أضرار وبالاخص دائرة الف وتمقتن يعتمدون على السقي بالنظام الفقارة 100%. 100%. ها الحمد لله، هاي البساتين، ها الحمد لله، وانا في موسم الحرث. الحمد لله الحمد لله، ونشكر كما لا يخفى كما لا ننسى الشكر الجزيل للتغطية الإعلامية للأستاذ عبد الناصر، نشكره جزيل الشكر جزيل الشكر. والحمد لله والحمد لله الحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.